مقر جماعة الإخوان المسلمين، مقر الإرشاد العام، حيث يقوم عدد من المتظاهرين بمحاولة اقتحامه وكذلك إلقاء الزجاجات الحارقة باتجاهه. يعني هذه المحاولة ليست الأولى، بل سبقتها بالأمس عدة محاولات. اتهم خلالها المتظاهرون عددا من الإخوان المسلمين برمي الرصاص صوبهم من داخل المقر، وما أسفر عن سقوط قتلى وعدد من الجرحى، كما قالوا بأنهم استطاعوا السيطرة على عدد من الممتلكات داخل مقر الإخوان بما فيها أقنعة وكذلك خوذ. إذا لاحظ هذا الشاب الذي يحمل في عنقه علم حركة تمرد، وهي البطاقة الحمراء التي تقول إلى إرحال.